السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدولار يصعد إلى مستوى تاريخي منذ التعويم، الدولار ما سجلش الارتفاعات القياسية دي. أهلا وسهلا بكم إخواتي، أتمنى تكونوا يا رب ألف خير. أنا قناتي أنا وحياتي أقدم لكم سعر الدولار والعملات اليوم وسعر صرف الدولار والعملات في السوق السوداء فضلا وليس أمر. أتمنى تشرفوني وتنورون باشتراك ولايك. سعر الدولار والعملات اليوم في السوق السوداء: سجل الدينار الليبي اليوم في السوق السوداء 10.42 جنيه، سعر الدينار البحريني اليوم في السوق السوداء 135.76 جنيه، سعر الريال العماني اليوم في السوق السوداء 133.02 جنيه، سعر الدينار الأردني اليوم في السوق السوداء 71.03 جنيه، سعر دينار الكويتي اليوم في السوق السوداء 166.27 جنيه، سعر الريال القطري اليوم في السوق السوداء 13.73 جنيه، سعر الدرهم الاماراتي اليوم في السوق السوداء 13.62 جنيه، سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء 13.33 جنيه، سعر اليورو اليوم في السوق السوداء 54.35 جنيه، سعر الدولار الامريكي اليوم في السوق السوداء الشراء سجل 50.31 جنيه والبيع سجل 50.53 جنيه. بشكركم اخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.